السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل إسماعيل يونس الشواهنة أبو يونس، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. اليوم هو الخميس الموافق 30 حزيران لعام 2011. عمي، حضرتك في آخر حلقة أو في المقطع الأخير من الحلقة الأخيرة أو الحلقة السابقة تحدثت عن موضوع اللتون، شرحت لنا شيء يعني بسيط عن اللتون، يا ريت انك تشرح لنا مره ثانيه عن صناعه الشيد في قريه خريش. هي مو بس في خريش، في 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 كفر ثلت وفي كل الكره المجاوره نفس الشيء. نعم، المبدا واحد يعني. هي غالبا اولا هذا اللتون او الشيد هو مصدر رزق بالنسبه لل يعني، بالاضافه لانه يستعمل في في تبييض البيوت وتقليصها وتشييدها، لأنه مصدر رزق كان في ذاك الوقت. وهذا غالبا ما يعمل في الصيف لما يكون الفلاحين اللي عايشين في الكرة عاطلين على يعني ما في لهم أي مصدر آخر، فبيعملوا هذا المشروع. وهذا المشروع عادة مشروع جماعي، يعني لا يستطيع أن يكون بواحد أو اثنين، غالبا بيشتركوا فيه أكثر من اثنين، ثلاث أو أربعة، وبأسسوه في منطقة فيها غابات علشان يقطعوا الحطب ونشفوه ويستخدموا في طبخ الحجارة، كما إنجاز هذا التعبير. بيحفروا طبعا، في ناس مختصين في إنشاء بسموه كبابير أو اللتونات، فبيحفروا حفرة تقريبا ثلاث في ثلاث في الأرض، وبعدين بيبدأوا يبنوا فيها بشكل مائل بحيث أنه كل ما ترتفع تميل إلى الداخل إلى أن تلامس في آلة على ارتفاع مترين ونص من القاعدة أو 3 متر من القاعدة، تلتقي رؤوس الحجار مع بعض فتصبح عقدي معقود يعني. بعدين بيبنوا جدار آخر خلف هذا البناء، وبيبدأ بتركوا مسافة بينه وبين البناء الأصلي حوالي أو 30 سنتي أو 40 سنتي، وبيبدأوا يضعوا فيه حجار صغيرة اللي هذه راح تكون في المستقبل هي الشيد، وبيبدأوا يعبوا فيه يملأوا فيه إلى أن تصل الحجارة إلى قمة البناء. قمة البناء هناك بيكون تم هذا، بغطوها من فوق بحجار صغيرة علشان تحصل الحرارة، وبعدين بصر كل البناء الأصلي فتحة من قريبة من سطح الأرض، فتحة تقريبا يمكن نص متر في نص متر، هذه اللي راح منه دخله من الحطب. بيكونوا قبل هذه العملية، يعني هذه العملية تبدأ وبكون قبلها بدأوا في قطع الأشجار البرية في الغابات وتكويمها في مجموعات بيسموا كل مجموعة كباش، والكباش هذا وزنه حوالي أبو 150 كيلو إلى 100 كيلو بحيث تستطيع المرأة أو الرجل أنه يشيله. عندما يخلص البناء اللتون بيبدأوا يجمعوا في الحطب يقربوه حول الكبارة هذه. لما يجمعوا كل الحطب طبعا بخلوا ممر ناحية الفتحة اللي خلوها فتحة اللتون، بشعلوا النار باحتفال، بيبدأوا بالزغاريد وفي أغاني معينة يعني برددوها بين بعض، وبيبدأوا يشعلوا في النار. واحد اثنين بكونوا، واحد منهم بيقرب الحطب بيكون فيدو الدكران اللي هو عبارة عن عصا ومسنن لها في رأسها أصابع حديد، هذا الدكران. واحد معه دكران آخر أقرب إلى الفتحة اللتون، ذاك بقرب وذاك بدفع في الحطب داخل اللتون. تستمر العملية هذه تقريبا حوالي من أسبوع إلى 10 أيام. آخر يوم أو يومين لما يكاد الحطب ينفد بتبدأ الزغاريد وبتبدأ الأفراح وبتبدأ الرقص، لأنه تقريبا تم المشروع إلى أن ينتهي آخر
عود من الحطب. عندئذ بسدوا باب اللتون بحجر او اثنين او ثلاث وبطينوه عشان تبقى الحراره داخل وبترك بناء. الان بكون اللتون او الكباره كما يسموها خلص، بنتظروا حوالي اسبوعين الى ان تبرد. بعد اسبوعين بدات عمليه الجلي بيسموها. عمليه الجلي بيبداوا الان يشيلوا في الحجاره هذه من فوق وكوموا فيها شوي شوي، بيبداوا من منصته شوي شوي وحطوا على جنب شوي شوي وحطوا على جنب، وبيحرصوا انه ما حدا يطلع فوق على الظهر. بكون اللي بشيلوا حجار بكونوا واقفين على الارض وشيلوا بديهم او بذكران، ما بيطلعوا فوق لان بخافوا انه تنهار داخل وبكون لا يزال فيه حراره. وحدث انه عندنا حادث مره انه احد الاهل البلد استعجل وطلع راسا فوق على الظهر ووقع في السقف، الله يرحمه اسمه ذيب الحج عامر وتوفى. المهم خلصت وقف. كمل. الان بيبدا عمليه التسويق. طبعا بصيروا ناس يحطوا في هذا الحجاره هذه الان بيحطوها وبكوموها حول الكبارة الاصليه وببدا عمليه التسويق. التسويق غالبا بتكون في المدن، اهل القرى اهل القريه نفسهم اللي عملوا للتون بيكونوا عارفين انه فلان او فلان وفلان وفلان عملوا للتون، فبتفقوا معهم يشتروا منهم، بيشتروا الشيد منهم القرى وبيشتروا في المدن. احنا كانوا اهل المدن، اقرب مدينه علينا كانت في ذاك الوقت قلقيه، كانوا كثير ياخذوا منا، فبيبدوا كانوا بيعوا تقريبا القنطار، يعني القنطار يعني يمكن 100 لتر اعتقد، كانوا ياخذ القنطار يبيعوا 70 قرش 75 قرش نص دينار حسب الطلب في ذاك الوقت وحسب اذا في كان لتونات اخرى قريبه منهم. ما تبقى الذي لا يباع من الحجار الشيد هذه يدفنوه بتراب، حتى لانه لو جاء عليه الندى بفتحه بصير زي الطحين، بصير صعب انه يشيلوه في المستقبل وبخرب. بدفنوا ما تبقى تحت الارض وبخلوه لوقت الحاجه، كل ما احتاجه بحفروا عنه وبشيلوه الكميه اللي بديها. هذه الحجاره عندما تضع عليها الماء بتبدا تفقع وتطلع فقاقيع ويخرج منها بخار، بتبدا تفتح الى ان تصبح زي اللبن. هذا الان لما يصبح زي اللبن بحركوه بالعصي، طبعا بحطوه في اوعيه من حديد خاصه لهالشغله، وببدا احركه في بول الى ان يصبح زي اللبن الجامد. هذا بصيروا ياخذوا منه بسطولي، وهذا بصير عمليه التبييض الجدران. خمس دقائق هذا بالنسبة للتو. طب عمي الحجارة هل هي نوع خاص من ال؟ نعم، في حجارة بيستبعد الحجارة بنسموها حجارة الصن بسموها اللي خاصة بالكبارة، بيستبعدوا منها الصوان لأن الصوان ما بتحول لشيء بتفقع، وبيستبعدوا منها الحثان. الحثان بكون رخو ما بيعمل شيء، يعني قد ما تحطه في النار بتحمل النار ما بصير شيء. فغالبا حجار اهل الرجال يعني واهل الكبارات او اللتونات بيعرفوا اي نوع من الحجاره يستخدموا، وبفتشوا عليها اذا خلصت من حول الكباره او حول الحفره بيبعدوا لغاز وبصيروا يجيبوا على الحجار وعلى الحميره حملوا ويجيبوا وحطوا، وفي واحد ببني وبحط وبسقف وببني الى ان تصبح العمليه كامله يعني. هذا اللتون. طيب عم بتتذكر الاغاني او الاهازيج اللي كانت ترافق عمليه اللتون والكباره؟ والله بالضبط يعني الكلمات لا اذكرها لنفس الكلمات، لكن انا المعنى اعرفه، المعنى كله غالبا انه يعني اتممنا العمل بنجاح، وبعد بعد الاستعانة بالله وبعد الصلاة على رسول الله، يعني كلها أغاني دينية
وأغاني شكر لله لأنهم أتموا هذا العمل. أما الألفاظ بالضبط لا أذكرها. طيب عمي، كان يكون أكثر من لتون في القرية؟ ممكن يكون أكثر من لتون، بس غالبا لما واحد ناس بيعملوا لتون في القرى الصغيرة ما بيحاول ناس ثانيين يعملوا، حتى ما ينافسوهم، بيأجلوها لسنة قادمة. لأنه ما بتتحمل البلد أكثر من لتون علشان يقدروا بيعوا إنتاجه. فغالبا في السنة الواحدة ما بيكون أكثر من لتون في البلد. طيب عمي، بدنا نسألك عن إذا كان في هناك مصلح بوابير كاز في القرية في الخريش. والله من البلد ما أذكر أنا، بس أنا بذكر أنه كان يجي واحد من برا الله يعزك، يكون معه حمار ويكون معه عدة بسيطة ومجموعة مفاتيح وإبر بربور وكذا، ويصلح ويكون يلف الحارات ويكون مصلح بوابير. بس من نفس خريش ما أذكر. أنا كان يجونا غالبا من كرة أو بلاد ثانية. طيب مبيض طناجر عمي وصحون؟ مبيض طناجر برضو كان يجينا من برا من البلد نافي. وين كان يجلس مبيض الطناجر عمي لما كان يجي على خريش؟ مبيض الطناجر كان يختار أي بيت خرب يقعد فيه بعد ما يستأذن مين لمين هذا البيت، لا لفلان يستأذن منه يقعد فيه، أو يقعد منه. غالبا بيجوا في الصيف، وبتعرف الصيف يعني زي ما يقولوا واسع، يعني فراشه واسع الصيف، فكان يجي في الصيف يقعد جنب أي جدار بيت أجي هذا ويقعد عادي يفرش ويقعد، ويكون عدتهم بسيطة جدا مبيضين، وغالبا بيكون أكثر من واحد مبيضين، لأنه واحد بيكون يبيض قاعد وواحد بيكون يلف ينادي حتى يأتي بالأوعية وبالحلال وبالطناجر التي تحتاج إلى التبييض. طيب فخار عمي، كان عندكم حدا صنع فخار ولا كنت تشتروا جاهز؟ فخار كانوا يجونا المشهورين، كانوا يجونا من غزة، بس من أي بلد من غزة ما بعرف، كانوا الناس يقولوا هذا من غزة. طيب هل كان يعني في هناك شخص مثلا يشتري هذا الفخار ويبيعه للناس، ولا كان يجوا؟ لا، كنا نشتري منه احنا مباشرة، كان هو يكون محمل على فرس او يعني حصان او حمار الله عزك مجموعة شو اسمه جرار، والصغير الجرة الصغيرة بيسموها عسلية على فكرة، جرار وعسليات وأبريك من فخار وحلل للطبيق، طناجر أيضا من فخار كانت، وصحوني كانت من فخار. فكان يلف، والناس غالبا اللي تشتري منهم النسوان غالبا، لأن النسوان أخبر في حاجات البيت هذه. نعم. طيب عمي، بدنا نسألك عن المهارات اليدوية في القرية، هل كان هناك تطريز على يعني على لباس النساء؟ وهل يعني كان هناك تطريز خاص في القرية أو في المنطقة؟ التطريز غالبا بالنسبة لنا احنا منطقتنا منطقة خريش، وأشهر مكان في التطريز الملابس معروف عنه في جنوب فلسطين، منطقة رام الله ومنطقة اللد والقدس، هذول مشهورين بالتطريز، ولذلك لحد الآن الثوب الفلسطيني في الحفلات وفي كذا منطقة رام الله. لاحظ منطقتنا احنا منطقة خريش وطولكرم وكذا ما لهم لباس خاص، لباسه مش مميز. التطريز يعني اذا كانوا طرزوا عنا فتكون تطريز بسيط، بس احنا كنا مشهورين مو بالتطريز الثياب، كنا مطريين بالقش البيادر. احنا نعمل نسواننا كنا مشهورات بالعمل الصواني المطرزي، عمل المشاتيل، عمل الكبعه بسموها او كبعه والكبعات، وعمل ما يسمى في يعلق في السقف يحطوا فيه حاجات نسيت اسمها تكون ملونة. كانوا يصبوا القش بأصباغ مختلفة ألوان مختلفة ويتفنن النسوان منها، وهذه احنا منطقة مشهور فيها، ولعله بسبب ما احنا كنا مشهورين بزراعة القمح منطقتنا زراعة القمح، فبتعرف انت الحاجات هذه البيئة هي اللي بتفرض على الواحد نعم طراز معين من الألبسة أو من العمل أو من النشاط اليدوي. طيب أنا نسيت أسألك لما عن الشيد، الحجار اللي كنت تقطعوها من نفس المنطقة من نفس القرية؟ طبعا، لأنه أصلا ما بيعملوا لتون أو كبارة في منطقة فيش فيها هذه الحجارة، صعب جدا أنها تروح منطقة ثانية تحمل الحجارة وتجيبها، فمن نفس المنطقة وغالبا حول الحفرة، يعني ما بيبنوا ما بيحفروا الحفرة إلا بعد ما يكتشفوا أنه هذه المنطقة فيها حجارة تصلح لعمل الشيد.
نعم، عشان ما بيتعبوا في نقله وحمله. طب عم الحصر هل صنعتوها؟ الحصر لا اذكر، انا كنت اعتقد انه كنا نشتريها جاهز الحصر. طيب عمي الجاروشه تبعت العدس والطحونه. الطحونه نعم. الطحونه احنا في زماننا غالبا ما في بيت يخلو من الطحونه. او مع الاقل ما في عائله ما يكونش عنده طحونه. لان الطحونه كانت تعرف يعني كانت تحل مشاكل كثيره الطحونه. نطحن عليها القمح عشان نعمل منه مفطور، نعمل منه عصيدي، نعمل منه نطحن العدس نطبخ منه، نطحن الفريكي الحب نعملها مطحونة فريكي مطحونة، فيطحنون أحيانا مرات الكرسني للجمال. فالطحونة كانت ضرورية جدا، ما في بيت أو على الأقل عائلة يعني أخوان مجموعة أخوان وأبوهم وكذا إلا يكون في طحونة وتستعمل من قبل الجميع. طيب عمي في حدا من أبناء قرية آسف يعني استقر في القرية من خارج أبناء القرية ناتج عن العمل، حسنا هناك ناتج عن الدم لكن ناتج عن العمل، إجا يعني اشتغل شغلة هناك مثلا وقعد وضلوا في محله مثلا؟ في خريش لا، ما في إلا واحد حكيت لك إنه تيم عبد الله، هذا أجانا من الشيخ مهندس. نعم. وما بنعرف إيش السبب اللي خلاه يجي يسكن، لأنه أنا كنت صغير في ذاك الوقت في الصف الثالث ابتدائي. نعم. فكنا نعرف إنه هذا أصله من الشيخ مهندس، ولحد الآن لهم عائلة في الشيخ مهندس اسمه عائلة تيم. في عزون قريبة من كفر ثلث، عزون حكيت لك واحد من نابلس إجا وبدأ يعمل أحذية أو اسمه أبو الساري. أنا سألتني عن اسمه هذاك أبو إيش؟ قلت أبو الساري اسمه. هذا أبو الساري كان يعمل أحذية لعزون ولا كفر ثلث ولا عسلة ولا كفر لاكف، كل القرى المحيطة بها مشهور. طيب هذا أجا من نابلس هذا. نعم. طيب عم بدي أسألك عن المعالم التاريخية والأثرية الموجودة في القرية والخرب والكهوف او المغر. في خريش في عندنا اثر ديني اللي هو بسموه الخريشي، اللي حكيت لك عنه العالم الخريشي هذا اللي هو العالم الحنبلي اللي توفى تقريبا في 1100 ميلادية ودفن في القدس، وكان يدرس في الاقصى المذهب الحنبلي، وهذا موجود كتاب عنه كتابي اذا بتحب في كتاب الانيس الجليل في تاريخ القدس والخليل، هذا موجود عنه. هذا أثر ديني. غير الأثر ديني في كهوف. إحنا في منطقتنا منطقة الشواهنة اللي إحنا في شمال خريش كان في عندنا مغارة، ولعل هذه قديمة لأنه كانت عميقة جدا. كنت أدخلها أول ما توقف على الباب ارتفاع الرأس الواحد حوالي مترين 170 سنتيمترين، هذا بعدين تدخل وتبدأ ترتفع من جوا من الداخل وتبدأ ترتفع تبعد من بداية الباب إلى نهايتها في حوالي مش أقل من 60 إلى 50 متر. وهذه اليهود نسفوها، اليهود أول ما احتلوا خريش أول ما أجوا على خريش في 54 ونسفوا البيوت، نسفوا كمان هذه المغارة، لأنه اليهود يحرصوا دائما على تغيير المعالم الأصلية علشان يختفي أو يضعف ارتباط الفلسطيني بالحاجات هذه. تغيرت هذه لما تروح على خريش انت بتكون مش هذا خريش. نسفوا المغاره هذه. وفي عندنا الى الجنوب من المغاره على بعد حوالي 100 متر الشكيف. الشكيف هو عباره عن مغاره بس بابه كبير واقل عمقا الى الداخل. الشكيف هذا كنا نستخدمه لما في الشتاء لما تمطر الدنيا مطر كثير وتدلف البيوت علينا تدلف البيوت علينا، كنا نروح ناخذ البقر والهذا ونحطه فيه والتبن وشي. برضه هذا نسفه. هذا في منطقتنا احنا. المغاره الكبيره شو اسمها عمي؟ بس مغاره. طب كان في نقوش او كتابات على هذه المغر؟ ما لا اذكر. طب في اثار اخرى عمي غير المغر؟ بمعنى يعني اعمده فسيفساء؟ لا أنا لا أذكر في خريش، لا أذكر إذا كان في. طيب هذه المغارات عمي كان حدا يزورها يصورها؟ لا هذه كنا استعملنا إحنا، استعمل الشواهنة إحنا دار الحج، إحنا كنا سيدي وعمامي وهذول هم اللي كانوا يستعملوها. كان في ناس أحيانا يجوا حراثين إلهم أراضي قريبة من خريش، يجوا من كفر ثلث يحرثوا أرضهم، وبدل ما يرجع على كفر ثلث يمشي حوالي
حوالي 8 كيلو او 7 كيلو يروح، خصوصا تكون الدنيا شتاء وهذا. فكان يطلب من عمامي ومن سيدي انه يسمحوا لهم انه يقعد في المغاره هذه، يجيب معه فراش. كان في المغاره، انت وانت داخل في المغاره بعد 3 متر من بعد 3 متر من المدخل على يدك اليمين كان في دكه مرتفعه، كان هذا يحط عليها فراشه، وكان يربط دابته داخله ويحط لها تبن وشعير كذا وينام، هو ينام على الدكه. وكنا غالبا احنا يعني نقدم له الطعام هيك يعني تبرع، لانه بكون غالبا على علاقه يعني من مع الخريش قريب منهم نسب او طب هذه المغر في الجنوب، في الشمال هل كان في هناك مغر؟ في الشمال انا لا اذكر لانه مو حارتنا وانا كنت صغير، ما يعني اكيد في بس لا يعني لا اذكر انا اذا كان عندهم مغر، بس اكيد لان المنطقه الجبليه غالبا بيكون زي ما عندنا عندهم، بس انا لا اذكر لانه انا يعني ارتباطي في الجنوب قليل جدا. في الجنوب الشمال في الجنوب احنا في الشمال. طيب بيوتنا عمي بدنا نسألك عن ألعاب كنت صغار. ألعابنا واحنا صغار كنا احنا في ألعاب احنا نعملها، بدينا من عصي عبارة عن عصاي نقطعها ونركبها كأنه حصان، تكون العصاي غليظة من الأمام ورفيعة من الخلف، نركبها كأنه حصان ونبدا نطارد ورا بعض نلف. هذه احد الالعاب. لانه ما كان عندنا في مثل الايام هذه العاب ودراجات وكذا. نعم. العاب بسيطه من البيئة. وكنا نعمل العاب احنا ايضا بدينا الاولاد من قصل الذره. قصل الذره كنا نقطع منه ونعمل دواليب نمسكها بدينا ويصير الهواء يلف فيها، هذه احنا نعملها بدينا نسميه دولاب. هذا بالنسبه للاولاد احنا. بالنسبة للبنات كانوا يعملوا عرايس من قماش يحطوا لوجه تعريف فلسطينية أو كريش، وحطوا عليها قطعة قماش بيضة وربطوها وحطوا لها على رأس الشيطة كأنها عصبة أو خرقة أو منديل. فكنا يعملن هذا البنات، وكنا البنات أيضا يعملن بيوت حجارة صغيرة يبنينها على ارتفاع أبو 30 سنتي أو 40 سنتي، وعمل لها باب ويقعدن فيها يفرشن فيها قطعة قماش أو خيش ويبدأ شو اسمه يسلف الماء مع بعض ويلعبن. هذا البيت. في العيد كنا جميعا أولاد وبنات نطلع نلبس ملابسنا الجديدة اللي شروناها على العيد قبل العيد بيوم أو يومين، ونطلع على بلاطة أو نضيفة عالي بسميها بلاطة العيد. هناك نبدأ نأخذ معنا الحلوى وناخذ معنا ملبس والضامي وهذا ونبدا ناكل ونعيد على بعض، نعطي بعض، نتبادل الهدايا ونغني ونرقص ونلعب ونطارد ورا بعض. طيب عمي ما لعبتوا قلول؟ قلول نعم، هذا ايضا من اللعب اللي نسيت اقول لك، هذا للاولاد بس كنا نلعب قلول. نعم كنا نلعب قلول ومشهورين، يعني في ناس منا كانوا يأتي يقول أو اثنين وروح كيشة مليان يقولون شاطرين، وفي ناس لا يخسروا دائما. طيب حجي نط الحبل. نط الحبل نسيت أذكر لك إياه أيضا، نط الحبل كنا نلعبه. وبعدين في لعبة أخرى نسيت أذكر لك إياها، كنا ندير ظهورنا لبعض ومد يدينا وشيل الواحد اللي خلفه وشيله على ظهره وقول له شفت القمر؟ يقول له شفته. يقول له شو تحته؟ يقول له حمص مقلي. يقول له طيح اكلي ونزله وتنعكس له، الثاني يرفعه على ظهره ويصير وجه الواحد الى على السماء. يقول له شفت القمر؟ يقول له شفته. يقول له شو تحته؟ يقول له حمص مقلي. يقول له طيح اكلي ونزله. وهذا نتبادل العملية، نتبادل العملية زي 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 البندول الساعة. هذه أيضا من اللعب اللي كنا نعملها. طيب عظيم. عمل لعبتوا أنتوا أو البنات القال؟ القال للأولاد كنا نلعبها. للأولاد؟ في لعبة ثانية للبنات اللي هي بسموها العوكس. العوكس بيرسموا غالبا هذه بتصير في 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 الربيع لما تكون الارض طريه لا تزال من بقايا المطر. نعم.
بحفر بعود مستطيل على الأرض، مستطيل تقريبا طول متر ونص أو مترين، وبقسموه إلى بقسموه إلى مستطيلات، وبصيروا البنت تكفي في معها حجر رضفي بسموها، معها حجر صغير بسميها رضفي، بتدير ظهر بتخرج هي تقف تترك المستطيل هذا خلفها، وبعدين ترمي الرضفي من وراء ظهرها. إذا خرجت إذا أجت الرضفي داخل المستطيل من المستطيلات الصغيرة هذه بتصير تقفز، بتقفز درجة وبتشيل الحجر وبتروح تقفز إلى أن تصل لآخر المستطيل. إذا الحجر أو الرضفي خرجت داخل المستطيل تعتبر خسرانة وبتخرج وبتحل محلها بنت ثانية. هذه بيسموها عوكس للبنات هذه. أما الأولاد إحنا كنا نلعب لعبة المقحار. المقحار هذا بنعمل كوم من طين، كوم من طين برضو هذا بيكون في آخر الشتاء، في آخر الشتاء والربيع، يعني لا يزال الأرض طري. نعمل كوم من طين وبعدين بنجيب عودان روسها مبرية زي القلم مبرية، وبنبعد عن الكوم هذا حوالي أبو مترين نص ثلاثة متر، وبنرمي الأسهم هذه أو المقحار هذا بنرميه. إذا أجا غارز في الكوم بتحسب كل ضربة إذا أجت في الكوم بتحسب لك درجة، وترد تشيله وتضرب إلى أن تصل إلى 10 درجات أو 5 درجات بتكون حسب الاتفاق من الأصل بتكون أنت الفائز. إذا أنت ضربت وما أجا في الكوم رأس المقحار هذا أو رأس السهم، إذا ما أجا في الكوم الطين من أولها أنت بتكون خسران وبحل محلك واحد ثاني. في لعبة أخرى نسيت أذكر لك إياها من اللعب، اللي هي كنا إحنا نغمغم واحد نحط نربط على عينيه عصبي، وبعدين نصير نقرب عليه، إحنا نحطه في نعمل دائرة، نمسك يدينا نعمل دائرة ونحطه هو في الوسط، وبعدين واحنا نلف وهو يلف في الداخل ومد يديه. اذا مسك واحد بقول له همهم، بقول هذاك اذا عرف صوته بقول له انت فلان، اذا ما عرف صوته بقول له لا انا مو فلان، بتضل يلف إلى أن لحوالي يمكن 5 شواط أو 6 شواط ويلف، إذا ما عرفش بيطلع ويعتبر فاشل بحل محل واحد ثاني. إذا عرف من الصوت مين هو بيشيل الغمغام عن وجهه، وهذاك اللي انمسك بحل محله بربط العصبة له هو بحل محله وصير يلف. هذه لعبة بس ما يمكن لعبة الغمغام هذه أحد اللعبة اللي كنا نلعبها. جميل. عم استخدمتوا المقاليع في وانتو صغار؟ المقاليع كنا نستعملها غالبا الرعيان. يعني اللي مع الدواب هذا مش يعني كلعبه او كلعبة. لا لانه هذه خطره، المقلاع خطر. طيب طيارات الورق عم استخدمتوها؟ طيارات الورق ما عرفناها اطلاقا الا هنا في الايام هذه بعد ما كبرنا. بعد ما خرجنا من البلاد. طبعا كان يحضر للقريه او يجي للقريه صندوق العجب. كان يجي صندوق العجب. كان يجي كانوا كله عن أبو زيد الهلالي وعن طلب بن شداد وعن القصص بني هلال، فكان يجي ويجي البلد ألف بكون ألف وكون اتفرج يا سلام، تعال اتفرج يا سلام ألف ويومنا كنا نتفاحنا تعريفي فلسطيني في ذاك الوقت التعريف أو قريش، ويبدأ هو يعرض يعرض الصور ونتفرج إلى أن يلف في القرية. كان يجي غالبا على الأعياد. طيب عمي الكبار في السن
الشباب يعني بالثلاثينات او الاكبر، نعم، شو كانت العابهم؟ الكبار اللي كانوا في بعد سن المراهقه، الكبار في العشرينات وفي كذا، طبعا الكبار خالص ما كانوا يلعبوا الا اذا كان في العراس يركب الخيل يطاردوا بس. اما اللي في العشرينات، في اول العشرينات، كانوا يلعبوا بسموها الكوره، مش الكره، الكوره بيكون بيعملوا ملعب زي ملعب الكوره حاليا، بحطوا علامه في نهايته، في نهايه في نهايه علامتين مقابل بعض بين المسافه حوالي ابو 100 متر حسب اتساع الارض، يعني ما لها مقياس معين، ممكن تكون 100 متر، ممكن تكون اقل او اكثر. وبحطوا في نهايتها شو اسمه، زي ملعب الكره حاليا، بحطوا حجرين وبخلوا مسافه بينهم حوالي مترين الى 3 متر، وبحطوا حارس من هنا وحارس من هناك، وبيبداوا بجيبوا كتله خشب زي شكل الكره، وبكونوا حاملين راسي، وبحاولوا كل ناس منهم بنقسموا فريقين، بحاول كلنا بحطوا الكره في الوسط، ووقفوا اثنين زي نظام الكره القدم حاليا تقريبا، يمكن هي مطورة عنها. بحطوا هالكرة في وسطهم، هي عبارة عن كتلة خشب زي الكرة الحالية، أصغر من كرة القدم حاليا، زي كرة القدم الصغيرة. وبكون في حكم، هذولاك اللي بوقفوا بكون كل واحد منهم حامل عصاية وحطتها مددها عند الكرة اللي هي على الأرض، والحكم بعد 1 2 3، فكل واحد منهم بيحاول يضرب الكره ناحيه هدفه، ناحيه الهدف الخصم، وبتبدا عمليه مطارده في الكره. الان الحراس اللي عندهم من طرفين بيحاول يصد، بيكون معه عصايه اكبر وعريضه، بيحاول يصد الكره ما خليهاش تدخل في هدفه. اذا دخلت في هدفه بسموه، بقولوا عنها اورت، ما بيقولوا جول حالي زي حاليا، بقول اورت خلاص، يعني عد عليهم واحد وبتبدا العمليه. هذه واحده للكبار. لعبه ثانيه بسموها لعبه العلام، بيكون نفس مبدا الكره بس بالحجار مو بالعصي، بالحجار بحاول على بعد، بحطه على بعد مسافة معينة، ما إلى حد، ممكن تكون 50 متر أو أقل أو أكثر، حجر بسموه ركية، حجر رقيق بوقفوه، وفي الطرف الثاني حجر رقيق بكون في جنبه حارس، في جنب كل حجر حارس، وبوقفه في الوسط، وبصير كل واحد منهم يضرب على، يحاول يوقع الحجر اللي الركية اللي للخصم المقابله، وبالدور بدأ يضرب، كل ما يضرب حجر بيحاول هذاك زي الصواريخ المضادة، بيحاول هذاك يصده، يعني أنا برمي الحجر على العلم اللي هو الواقف، هذا البلاطة الواقفة، الحارس بيحاول الحجر اللي متجه ناحيته بيحاول يصده بحجر آخر أكبر، مرة الضرب بيكون بالتبادل، مرة هنا ومرة هنا، وبعده إذا أجا في الركية أو في العلم اللي واقف ووقعوا، هذه بنحسب واحد، وبصيروا عدوا بشوفوا مين في الآخر بيجيب علامات أكثر أو أهداف أكثر. هذا عم بسموه لعبة، هذا الكبار. طيب الصينية عم كانوا يلعبوها أو الخويتمي؟ الصينية والخويتمي هذه لعبة الكبار. شو بالضبط عمي هذه اللعبة؟ الخويتمي أو الصينية بقعدوا بحطوا صينية قدامهم، وبحطوا عليها فنجانين، بجيبوا خاتم، واللي قاعدين بيلعبوا
واحد بدير يظهرهم او بغمضوا، هم قاعدين بغمضوا، واحد بحط خاتم تحت فنجان من هالفناجين الصينيه وبلف بيده وبصير يقول خويتمي 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 خويتمي، وهم ثاني ابو محمد اين الخاتم، بحط ايده على فنجان بقول الخاتم هنا، برفع اذا الخاتم وجدوا تحت الفنجان اللي وجدوا تحته، بصير هو صاحب الصينيه وبيكون بالعملية. اذا ما وجدوا تطلع عليه وحدي، بيطلع من الحلقه الدائري. هذه لعبه الخويتمي. وفي لعبه ثانية، اسمها لعبه الكبريت، برضو بجيبوا صينيه او وسادي او حاجه مستوي زي طاوله، وبقعدوا وبكون واحد معه عصاي او حزام، مش يعني بيده مشالحه حزام، وبيمسكوا الكبريتي اللي بيشتركوا فيها، بيمسك الكبريتي بالدور، بيرمي الكبريتي، اذا اجت الكبريتي واقفه على حدها، على حدها الرفيع، الكبريتي لحدين، حد عالي وحد واطي، اذا اجت على حدها الواطي واقفة بصير وزير، اذا رماها واجت على راسها على حدها العالي بصير سلطان، بصير السلطان هو اللي بحدد العقوبات اللي راح تقع على اللي بخطئه. بعد ما يتحدد السلطان والوزير، الان بتبدا عمليه اللعب، بصير كل واحد من اللي قاعدين، السلطان والوزير ما بيشتركوا خلص، تحدد يعني مهمتهم، بقيه اللي قاعدين بيمسك الكبريتي وبرميها، اذا وقعت بقول له آية حضرة السلطان، الوزير بقول له السلطان، بقول له آية حضرة السلطان، بقول له اعفي عنه أو اضربه جلدي أو ثنتين أو لا هذا أعطيه خمسة أو هذا أعطيه، هو اللي بحدد، وهذاك ما بصير يرفضه بالملتزم. وبضل هالعملية تكرره إلى فترة معينة، بعدين بقول له خلاص نحدد وزير وسلطان ثاني. طيب المنقلة، هذا الكبار، المنقلة أو السيجة كانوا يلعبوها؟ نعم، السيجة أن هذه من اللعبات الشعبية الكبار، هذه لعبة شو اسمه، اللعبة الراقي السيجي، لأنه بدها تفكير وبدها خطط وبدها كذا، فهذه مشهورة جدا، هذه غالبا الختيرية اللي بيطلعوش يسرحوا، بيطلعوش برا على البر على الزيتون على الحراث على الدواب كذا، بقعدوا فبيجوا في ظل شجرة في البلد أو ظل حيطة، بنكسوها من التراب، وفي عندك سيجي اللي هي الراقي اللي هي سبعوي، يعني سبعة في سبعة، وفي خمسوي للصغار، الكبار طبعا ما بيلعبوا خمسوي عيب، السيج السبع الراقي السيج السبعوي، بنكش في الارض سبع دوائر سبعه في سبعة، اللي في الوسط بحط فيها علامه مميزه شويه شيد او ورق زيتون او شيء، هذه بتكون في الوسط، وبعدين هناك بنقسم الجنود، كل واحد بيكون له جنود، جنود من حجر وجنود من حب الزيتون الناشف او بعض الغنم الناشف، وبيبدأوا كل واحد منهم يفرد الحجار اللي معه على الحفر هذه اللي هو 7 × 7 = 40، لما تشيل انت الحفرة اللي في الوسط واحد يبضل عندك 48، كل واحد له 24 حبة، كل واحد له 24 حبة، بده يوزعهن بطريقته اللي هو فهمها حسب الخطة اللي برسمها، لأنه خطة عسكرية تقريبا شايف برسمها، وبيبدأ عملية شو اسمه جصيب، مين اللي يبدأ بيعملوا في بيبدأوا يا بتفكوا مين اللي يبدأ أول ما ينقل الحجار، أو بيعملوا شو اسمه على الحظ، حظ مثلا قرش كذا على الوجه شو اسمه، بيبدأ أول واحد بده ينقل بده يحط وين، كل الجوار مشغولة ما عدا مين، الجورة اللي وين؟ اللي في الوسط. فبينكل، أول ما ينكل بينكل على الحفرة اللي في الوسط. وهذاك الثاني بينكل، وبصير إذا حصر هذا جندي بسموه، إذا حشر جندي من جنوده بيقولوا قتله، بيشيلوا مرمي مرة.
وكل واحد منهم بحاول يقتل جنود الآخر جنود الآخر، إلى أنه يصير الأكثرية لواحد منهم، إما بسلم أو بقتله آخر جندي ومنهزم. هذه لعبة السيجي، هذه لعبة الكبار ولعبة التفكير هذه. وفي ناس مشهورين منها، نسيب الله يرحمه أبوها لزوجتي لم يونس، كادر محمود وذيب الشكير، كانوا من المشهورين في المجد بشكير، أخو لدي بشكير حسين الشكير، حسين الشكير هذا كان مشهور جدا في السيجي من بلدنا. نعم. طيب عمي، كان في حكواتي في القرية؟ حكواتي كان يجينا من برا، كان يجي مش من بلاد، يجينا من برا، بس منين؟ بس كانوا يسموه الشاعر، احنا عندنا ما بسموش حكواتي. الشاعر. نعم. احنا كانوا يسموه في قريتنا اجى الشاعر. الشاعر عبارة عن شخص بكون معه ربابي، وبكون حافظ قصص من قصص ابو زيد الهلالي، تغريبة بني هلال، وذياب وزير سالم ومش عارف ايش. يبدا يجي في ديوان القرية، كل قرية فيها دواوين، ديوان لكل حمولي. العشائر احنا عندنا في كورونا ما بيسموهاش عشيرة، بيسموها حمولي. عندنا احنا حمولة الشواهنة في بلدنا وحمولة عودي. كل حمولي لها ديوان بيجتمعوا فيه في المناسبات وللسهر والافراح وفي في الاحزان. فكان يجي ينزل في، اذا اجى على ديوان ينزل في الديوان، ويتكفلوا اهل الحمولي، حمولي اللي نزل عندهم يتكفلوا بطعامه وشرابه ومنامه الى ان يرحل لوحده. وبيجمعوا له كانوا يجمعوا له، اما يجمعوا له فلوس او يجمعوا له ما تيسر من القمح والحاجات الثانيه، الحبوب. فبيبدا هو ايش على الرباب يلحن ويحكي قصص ابو زيد الهلالي وقصص زير سالم وقصص يعني القصص التعريف بني هلال بطريقة يعني تمشي مع الرباب، ملحنة أقرب إلى الغناء منها. وبكونوا الناس قاسمة غالبا اللي قاعدين متفرجين مقسومين إلى قسمين، قسم مثلا مع الذياب وقسم مع أبو زيد الهلالي، ويتبادلوا كل واحد منهم لما يبدأ يمدح في 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 واحد من هذول جماعته صفقوا وصيروا ينبسطوا. وإذا بده ينهزم هذا تلاقيهم انغضبوا وزعلوا وسكتوا وهكذا. هذه كانت نوع من، كان في شخصية معينة يعني معروفة كشاعر ولا؟ أنا لا أذكر، بس أنا بعرف إنه هذا الكلام لأنه إحنا كنا صغار في ذاك الوقت، ما كناش ندرك يعني. بس أنا بعرف إنه كل أجى الشاعر، وكنا مرات إحنا لما الواحد بده يروح ينادي أبوه يكون موجود معهم، نسمع التلحين هذا لما بده ينادي أبوه مثلا من الحفلة هذا ومن القاضي لسبب أو لآخر، لأنه إحنا كان صغار عيب يقعدوا مع زلام، ما كناش نقعد معهم. الصغار ما بصير يقعدوا مع الكبار في ذاك الوقت. طيب عمي، سينما حكومة الائتلاف البريطاني جابت سينما على القرية؟ لا، كل السينمات في المدن حتى لحد الآن. وين احنا في 2011 لحد الآن في الكرة ما في سينما. لا أنا قصدي كان يحضروا سينما مثلا مع سيارة مثلا يعرضوا في لا القرية. لا لا لا. طيب عمي، النور كانوا يجوكوا على القرية؟ النور نعم، النور كانوا يجوا على القرية. كانوا النور في عندنا نوعين، احنا في نور وفي بسموهم أكراد ولا برامكي. ما هو النور في 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 النور هم البرامكي مفهوم نحن. نعم. النور او البرامكي واحد، في أكراد والإكراد حاجه ثانيه. هذول لهم وظيفه وهذول لهم وظيفه. النور او البرامكي كان هذول وظيفتهم للعراس. للعراس يجوا خيموا جنب البلد، وغالبا يكون مع لهم رئيس، رئيسهم. نعم. ويكون عنده حصان، لانه كان يركب الحصان في العراس وطارن سابق. هذول البرامكي. وكان النسوانهم يضربن على الدف، الرجال ما يضربون، نسوانهم يضربن على الدف في الليالي الأعراس وليالي السهر، يضربن على الدف عند النسوان قسم وعند الرجال قسم من النسوان. ويوم الزفي برضو يشتركن النسوان، ورئيسهم يركب الحصان، وعندما يخرج العروس العريس إلى الميدان في زفي كان هو هذا الرئيس البرامكي يركب حصانه ويمشي قدام العريس إلى أن يصل الميدان.
ميدان عبارة عن ساحة واسعة لسباق الخيل، كل واحد عنده حصان جيد يركب حصان وهو يكون معهم، هذا البرامكي. طيب أوكي. خلينا عند البرامكي عمي. كان عندهم أشغال أخرى مثلا؟ كانوا يعمل أسنان، لبس أسنان ذهب. نعم البرامكي كانوا لبسوا بالإضافة لهذا العمل كانوا لبسوا أسنان ذهب. كانوا لبسوا ذهب، ومرات مو دائما إذا تأخر لمطهر، كان احنا يجينا مطهر بسموه الشلبي، كان يجي من سوريا أو الحلبي، إذا تأخر لمطهر مرات رئيسهم يطهر الأولاد الصغار. كانوا يبيعوا الغوايش والأساور وال... نعم، وكانوا يبيعوا غوايش وأساور، هذول هذه كلها من مهمة النور. الآن الأكراد عكسهم. طيب قبل الأكراد عمي، أيضا كانوا يقرأوا البخت النور؟ وبرضه كانوا يقرأوا البخت، نعم. طيب نعم. سعادين وقرود عمي؟ السعادين والقرود كانوا يجوا، بس ما بعرف هم تابعين للنوار. طيب كانوا يدقوا الوشم للنساء النوار؟ كانوا نعم. طيب كانوا النوار أحيانا يمشوا على الحبل أو نعم. يعملوا نعم. عمليات نعم. زي هيك؟ نعم، على السير كانوا يمشوا. طيب بعد ابنك عمي بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.